الياس صافي 62 سنة، بحاجة لكل شخص منا ولفلس الأرملة ولكل ذوي الإرادة الطيبة لإجراء زراعة عضلة قلب اصطناعية، لكن كلفة العملية بتفوق ال 135 ألف دولار أمريكي يلي هو مبلغ كتير كبير ومش بقدرة العيلة إنه تأمنه. الياس تعرض خلال الشهر الماضي لأكثر من 57 حادث سكتة قلبية ما أدى إلى استنفاد طاقة البطارية، حيث تتمثل وظيفتها الأساسية بإنعاش قلبه. هو وضعه كتير خطير، بحاجة لعملية زراعة عضلة قلب اسمها الفاد، بتكلف 135 ألف دولار، ووضعه يوم عن يوم عم بيسوق زيادة، وما عم نقدر نأمن صراحة المبلغ، وما حدا عم يقدر يساعدنا، وما عم فينا نوصل لنتيجة انه يقدر يعمل له العملية. هلا الصراحة ما بعرف، يعني نحنا بالزور عم نقدر نفوت لعنده على السوان، وضعه كتير كتير خطر، وهلا عامل نزيف بالمعدة من ورا كمان هالقصة اللي زارعين له، البالون اللي زارعين له اياه بإجره اليمين، لأنه هيدي اللي بيفتح الشرايين هلا حاطينه على المكانات، فهيدي ما فيهم يتركوها، هي بتنعمل على يومين و إلى جمعة تقريبا، وما بقى في ضاين عليها لأنه عم تبلش تعمل عوارض على جسمه مع إجري، وبتعمل جلطات بالدماغ. الياس موجود هلا بالعناية الفائقة بمركز بيروت للقلب التابع للرسول الأعظم، حالته الصحية ضيقة كثير. الياس بيعاني من ضعف بعضلة القلب أو إند ستيج هارت فيلر بمرحلة متقدمة، القلب عنده عم بضخ لتر بالدقيقة، عادة القلب بضخ 5 لترات بالدقيقة، وكان عنده اشتراكات بالجسم، صار عنده عبو الرواية، عنده ماي، نزلناه على العناية الفائقة من فترة، حطينا له هلأ على جهاز مرحلة اسمه انترا اورتيك بالون، لكننا عملنا العملية. العملية هي عبارة عن زرع مضخة اصطناعية للقلب أو ما يسمى بالألفاد، وهي العملية لازم تنعمل للياس بأسرع وقت ممكن لحتى يقدر يكمل حياته. دكتور، عادة التفاعلات بتصير لما بتكون يعني عضلة القلب عم تشتغل 10%، يعني في ريسك كتير كبير على حياته للمريض، صحيح؟ هي بس تنزل عدد القلب والضخ الدم، يقل ضخ الدم عن الأعضاء تبع الجسم، بصير عنده اشتراكات، ما يسمى بالاشتراكات، بصير عندنا فشل بالكلاوة، بصير في عندنا بالكبد، يعني بصير في عندنا اشتراكات بالجسم أو مالتي أورجان فيلر ما يسمى. الياس حاليا تحت رعاية مستشفى الرسول الأعظم بوحدة العناية المركزة، قلبه عم يشتغل بأقل من 10%، وبضوء هيدي المعطيات أطلقت حملة للتبرع للياس ومناشدة لكل من باستطاعته أن يساهم ولو بجزء بسيط لإنقاذ حياته.